أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الشباب، والتي نناقش فيها احتياجات الشباب في المناطق المهمشة. ويسعدني أن أرحب بضيوفي عبر السكايب الدكتور هاني زبيدات، المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار والناشط في شؤون الأغوار. أهلا ومرحبا بك معنا. وأيضا الشباب راشد زبيدات ومحمد حسونة، وأيضا فارس فقها من مناطق مختلفة من الأغوار. أهلا ومرحبا بكم جميعا. إذن لنبدأ معك دكتور هاني، يعني اسمح لي بداية أن نبدأ من وضع الصورة لدى المشاهد والمستمع حول المنطقة، منطقة الأغوار بالتحديد، التي تعتبر ضمن المناطق المهمشة على جوانب مختلفة. نسبة الأغوار هي نسبة تزيد عن نصف مساحة الضفة الغربية، مساحة جغرافية شاسعة فيها عدد كبير من السكان يعاني من قلة التوسعة والضيق. هذه أراضي الدولة الفلسطينية، وهي أراضي معترف بها لدى كافة منظمات الأمم المتحدة بأنها أراضي الدولة الفلسطينية. الشباب يعانون من شتى المشاكل والتحديات والصعوبات التي يواجهونها بسبب التهميش، سواء من بعد هذه المناطق عن مراكز المدن الفلسطينية، أو حتى عن يعني لا يوجد هناك متابعة من قبل السلطة الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل جهد كبير لتعزيز صمود المواطنين في هذه القرى. ليست السلطة الوطنية الفلسطينية هي من تمنع توسعة القرى الفلسطينية في المنطقة. السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإنشاء قرى كاملة في منطقة الأغوار، قامت ببناء قرية اسمها مرج الغزال عبارة عن 50 وحدة سكنية، وقامت بتسفيت شوارع وتمديد كهرباء. السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإنشاء مدارس في هذه المنطقة، مدارس تعزيز صمود ومدارس تحدي. هناك مدرسة قامت السلطة بناءها في قرية الجفتلك، كانت عبارة عن خيم. وهناك أيضا مدرسة صمود موجودة في منطقة الشلالات في منطقة العوجة. السلطة الوطنية الفلسطينية التي تبذل كل ما تستطيع لتعزيز صمود هذا المواطنين في هذه القرى، ولكننا نقول بأن حجم الانتهاكات وحجم التحدي في هذه المنطقة يستدعي بأن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية مشكورة ببذل مزيد من الجهد. دكتور هاني، اسمح لي بداية يعني أن ننتقل أيضا إلى الشباب، ومعك راشد بالبداية. يعني راشد، عند استماعنا للحياة في مناطق الأغوار بالوصف الكامل، يعني هل لك أنت كشاب تصف لنا الحياة تحديدا بالمنطقة التي تعيش بها وأيضا تعمل بها؟ يسعد أوقاتكم جميعا. يعني الحياة في الأغوار هي حياة صعبة، حياة أنت بتعيش في مناطق بعيدة عن مراكز المدن الرئيسية، القطاع الصحي بحاجة، القطاع التعليمي بحاجة، البنية التحتية بحاجة ماسة جدا. حاليا أنا بقى في قرية زبيدات، الشوارع بحاجة لتزفيت، القطاع الصحي فيش عيادة طوارئ، فيش متنزهات للشباب، فيش مراكز اللي يكونوا فيها متواجدين الشباب يفرغوا طاقاتهم، يعبروا عن مشاكلهم، يعبروا عن طموحاتهم، ويحاولوا إيجاد حل لهذه المشكلات. فعلا تشعرون بأنكم مهمشين، محاطين بكافة التحديات وأيضا العوائق لتحقيق آمالكم. ماذا نعنى هنا بالتهميش؟ يعني التهميش هو بشكل عام هو انه الافراد ما بيعيشوا الحياه اللي بيعيشوها المجتمع الاوسع، المجتمع الكبير. عندنا هون زي ما حكيت لك المواصلات، المتنزهات، القطاع الصحي، احنا الشباب كمان الوظائف كثير بنعاني من نسبه البطاله في المجتمع في الاغوار غير عن المناطق الضفة الأخرى. يعني نسبة البطالة في الأغوار أعلى من غيرها في مدن الضفة الثانية. طبعا السبب بعود أنه الشباب بيروحوا للمستوطنات، بيروحوا للعمل في المزارع بعيدا عن غطاء التعليم. يعني بالعودة إليك دكتور هاني، عفوا اسمح لي، يعني البيوت ضاقت بالعائلات الكبيرة، يعيشون في حجرات صغيرة دون أن يتسنى لأهلها تطويرها وأيضا توسعتها بناء على قرار سلطات الاحتلال بحجة عدم الترخيص. يعني اليوم إن أردنا الحديث عن بالأرقام عن الكثافة السكانية في منطقة الأغوار بشكل عام، نسبة الشباب العاملين وأيضا العاطلين عن العمل. يعني هناك ضيق
سكان يعيشوا سكان هذه المنطقة، مما استدعى العديد من الشباب بأن يخرجوا للسكن في المدن المحيطة. هناك أعداد كبيرة جدا من قرى الأغوار خرج الشباب للعيش في المدن القريبة، كون أنه لا يستطيع أن يكون بناء منزل للعيش به هو وأسرته. على سبيل المثال قرية زبيدات، لأنه أنا منها، هاي القرية اللي عدد سكانها 2000 نسمة مقيمين على 35 دلم، وهي عبارة عن مساحة لا تكفي لمستوطن واحد من مستوطنات الأغوار. هناك حالة حدثت في قرية زبيدات بأن شخصا قام بالخروج من غرفة نومه والعيش في صالون المنزل، وقام بزواج ابنه، بتزويج ابنه، وأسكنه بدلا منه في تلك الغرفة. يعني تخيل بأنه شخص بيعيش هو زوجته بغرفة، بيطلع من هاي الغرفة بيعيش بالصالون، الصالون، وبجيب ابنه بجوزه بقعده بهاي الغرفة، الحمام مشترك والمطبخ مشترك. هناك أزمة حقيقية يعيشها سكان هذه المنطقة. قد يكون ما تبذله السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المنطقة غير كافي، هناك جهود مبذولة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن أنا أقول بأن هذا الجهد غير كافي، لأن هذه الحكومة هي حكومة مواجهة احتلال وحكومة تعزيز صمود مواطنين، وتعزيز المواطنين ومواجهة الاحتلال يكون خارج المدن وليس داخل المدن. أنا أقول بأن الأغوار بحاجة إلى هيئة مستقلة تسمى هيئة تطوير الأغوار، وهذا ما أعلن عنه الدكتور في زمن حكومة الدكتور رامي حمد الله، قام بالإعلان عن إنشاء هيئة تسمى هيئة تطوير الأغوار، وتم الإعلان عنها في مبنى المحافظة، وتم وضع نظام لهذه الأية، وأنا كنت أحد أعضاء هذه اللجنة المشكلة لإعداد هذا النظام، ولكن لم ترى هذه الهيئة نور. هذه الهيئة التي يجب أن توحد الأغوار المشتت جغرافيا بين ما يزيد عن 5 محافظات، الأغوار الفلسطيني لن نستطيع عمل تنمية به ما دام ليس هو موحد جغرافيا ولا إداريا. الأغوار الفلسطيني يتبع محافظة طوباس، ويتبع وجزء منه يتبع لمحافظة نابلس، وجزء آخر لمحافظة أريحة، وجزء آخر لمحافظة القدس، وأراضي رام الله أيضا تصل إلى الأغوار. يجب توحيد هذا المكان أو هذا الموقع الجغرافي، أو أن نقوم بتعريف ما هو الأغوار، وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لتطوير هذا الأغوار. لو كل سنة قامت هذه الهيئة بإنشاء مدرسة أو مركز صحي، احنا بعد 5 أو 6 سنين سنلاحظ الفرق في هذه المنطقة. لذلك أقول بأن الأغوار بحاجة أيضا لأن يكون هناك ممثلين لأبنائه وشبابه في مؤسسات السلطة وفي مراكز أخذ القرار، لأن ابن الأغوار هو من يستطيع نقل معاناة أبناء هذه المنطقة للمستوى السياسي ليقوم بمعرفة معاناة سكان هذه المنطقة. نعم يعني دكتور، اسمح لي أيضا أن نستمع إلى الشاب محمد حسوني، يعني ضيفنا اليوم من الجفتلك. يعني محمد، ما هي أبرز معاناتكم أنتم كشباب في هذه المنطقة بالتحديد؟ مساء الخير للجميع. أولا لعلك لاحظت أنه الكل يعني تقريبا المعاناة مشتركة، لأنه قرى الأغوار تقريبا كلها بتعاني من نفس الشيء. بس خليني أحكي عن الجفتلك. الجفتلك من بداية هذا العام صرنا نشوف الإشي يعني واضح جدا، اللي هو عمليات التهجير. احنا يعني بنتمنى انه يتم خطمه في المؤسسات وحتى المؤسسات الخاصه بشكل اكبر، لانه احنا بعاد عن مراكز المدن الرئيسيه، فيعني حتى الخريج الجديد اول ما يتخرج بده يتدرب او بده يروح لاي وظيفه، تعرف الراتب بكون مش، فالمواصلات بتاخذ منه تقريبا يعني كل راتب بروح مواصلات. عشان هيك الخريجين عندنا مثلا بداوم الاسبوع 2 أسبوع 3، بعدين يعني خلص بحكي لك ليش ما اروح اشتغل في الزراعه احسن لي، لانه احنا مش مدعومين من هاي الناحيه. بدنا المؤسسات الحكوميه تكون يعني خلينا نحكي تجذبنا اكثر للعمل فيها، وتعمل تسهيلات خلينا نحكي لشباب الاغوار عشان يتم خرطهم في المجتمع. محمد، ما الذي تحتاجون أنتم اليوم برأيكم كشباب للشعور فعلا بأنكم جزء من هذا المجتمع وأنكم غير مهمشين كما وصفت؟ صراحة احنا بنطلب من الحكومة والمؤسسات الغير حكومية، خلينا نحكي يعني المؤسسات الغير حكومية بتزور مناطق الأغوار، صح مش بكثرة، لكن بيجي مؤسسات غير حكومية، لكن للأسف البرامج اللي بيعملوها أو الأنشطة اللي بيكونوا عاملينها أو في مخططاتهم، يعني خلينا نحكي هاي بتمشي في مجتمع مثالي، احنا لسه البنيه التحتيه مش موجوده عندنا،
فلازم يكون تركيز على الاشياء اللي بتهم اهل المنطقه، الاشياء الضروريه، لانه احنا لسه الاساسيات تقريبا مش موجوده عندنا. فبتمنى انه الحكومه يعني تاخذ بعين الاعتبار وتطلع على شباب الاغوار، لانه صراحه احنا جديا نتعرض لهجمه شرسه جدا من قبل الاحتلال. نعم، يعني لننتقل الى فارس ونستمع من فارس. يعني فارس، انت من منطقه عين البيضاء اليوم، وبالاستماع الى المشاكل العديده التي يواجهها الشباب في مناطق مختلفه، يعني مشاكل وتحديات وصعوبات مشتركه تدور حول محور واحد، اهتمامات واحده، كيف تجد اهتمام ودور الحكومه الفلسطينيه بهذه المناطق؟ وصفتم التهميش، هناك الكثير من التهميش، هناك لا يوجد اي متابعه سواء من الحكم المحلي او غيرها، يعني على من يقع العاتق اليوم؟ مساء الخير لكم جميعا. يعني بالتأكيد قرية عين البيضاء هي إحدى قرى الأغوار، وهي إحدى القرى التي عانت وتعاني التهميش سواء بالمجالات اليومية الحياتية أو من خلال الخدمات المقدمة لمناطق لقرية عين البيضاء. طبعا إذا تحدثنا بشكل عام عن التهميش الذي يعيشه الأغوار، يعني أستطيع أن أجمل الصورة بشكل عام وثم أسقطها على واقع القرية في قرية عين البيضاء. يعني كما تحدث الأخ هاني، يعني الأغوار تمثل خمس مساحات الضفة الغربية كجغرافيا على كمية مياه جوفية تقريبا خمس كمية المياه الجوفية التي الاحتياطي في الضفة الغربية، ثاني أغنى حوض مائي في الضفة الغربية. يعني تشكل الأغوار مساحات شاسعة جدا، للأسف الشديد ظلمتها الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ظلمتها ومنها اتفاقية أوسلو. يعني 88% من مساحة الأغوار هي مساحة مصنفة سي. وعندما نتحدث عن المساحة المصنفة سي، يعني نحن نتحدث عن مساحات يمنع الفلسطيني من إقامة خيمته، وكما تحدث الأخوة من قبل الحجج مختلفة سواء مناطق ألغام ومناطق عسكرية مغلقة ومناطق خضراء ومناطق وأراضي دولة، كل هذه التصنيفات التي كانت سيف مسلط على رقبة المواطن الفلسطيني في كل قرى الأغوار. وكان لقرية عين البيضاء وما يحط بها العاتق الكبير الذي عاشه الفلسطيني من تهميش وخاصة من شباب. يعني سواء في مسائل التعليم، سواء في مسائل الصحة، في مسائل مختلفة كثيرة. يعني كيف ممكن أن يكون أو تسليط ضوء الحكومة الفلسطينية على الأغوار؟ يجب أن يكون هناك تسليط ضوء. يعني الأغوار هي سلة غذاء فلسطين، هي العمق والامتداد لكل محافظات الفلسطينية. يعني الدولة الفلسطينية لن تكون مستقبلا الا بوجود الاغوار، لانها هي الامتداد الوحيد للاغوار. يعني بكل المقاييس يجب ان نكون المنظور يعني بشكل افضل للاغوار. يعني تحدثتم اولا سابقا عن المساحات الجغرافيه لكل قريه فلسطينيه. جميع القرى الفلسطينيه مبنيه على مخطط هيكلي منذ عشرات السنوات، ويعني كان منذ عشرات السنوات عدد الفلسطينيين في هذه القرى هي عدد قليل. نحن نطلع على زيادة طبيعية، أصبح الفلسطيني تضيق به منزله ويضيق به كل القرية بشكل عام. يعني يجب أن يكون هناك بداية تدخل لمن يكون لهم التدخل مثل الاتحاد الأوروبي أو غيره في زيادة بداية المساحة الجغرافية للمخطط الهيكلي لكل قرية فلسطينية. هنا يجب أن يكون تدخل مباشر من خلال السلطة الفلسطينية لكي يتمكن ابن سبيدات وابن عين البيضاء وابن جفتلك بالبناء بأريحية في محيط قريته. يجب أن لا يعني بصراحة يعني أصبحت البيئة في القرى الفلسطينية بيئة طاردة، كثير من أبنائنا اضطروا للسكن فوق بيوت ذويهم أو أهلهم أو في نفس البيت، وجزء منهم أصبح ينتقل من قرى الأغوار إلى المدن مثل طوباس أو مثل أريحة أو نابلس، يعني فقط لأنه ضاقت به الأرض، ضاقت به السكن الذي يعيش فيه. شيء آخر، يعني الحكومة الفلسطينية للأسف الشديد عقدت اجتماعات سابقة بداية في قرية عين البيضاء في الأغوار الشمالية، وآخرها كان في قرية فصائل وكان فيها مخرجات كثيرة،
مخرجات لو رأت النور يعني فعليا سيتغير الواقع. يعني نحن في الأغوار نلاحظ الهجمة الشرسة الاستيطانية، الرعاية الرسمية الاحتلالية بكل أذرعه، المحاكم الإسرائيلية، الجيش الشرطة الإسرائيلية، ما يسمى مجلس المستوطنات حاليا هو المتحكم، هو السيف المسلط على الغور. يعني في هذه الأيام كيف برأيك من الممكن أن يعني نجذب اهتمام الحكومة الفلسطينية لهذه المناطق بالتحديد للأغوار، يعني بكافة مناطقها خاصة الشباب؟ لربما نجد هناك الكثير من القصص التي يجب أن نسلط الضوء عليها، والكثير من النماذج عفوا والإبداعية التي يجب أن نسلط الضوء عليها. نعم، يعني يمكن التسليط على الضوء على الأغوار بشكل أفضل. يعني كان هناك سابقا كما ذكرت اجتماع لرئاسة الوزراء للحكومة الفلسطينية في الأغوار، في مكان في الأغوار. يجب أن يكون في الأيام القادمة زيارات فردية للوزراء الفلسطينيين، سواء مثلا في وزارة الزراعة، في وزارة الاقتصاد، وزارة الأشغال العامة، شق طرق، حكم محلي، بناء سكنات للفلسطينيين بشكل فردي لتعزيز صمود الفلسطينيين في الأغوار. ويجب أن يكون هناك اهتمام بكل وزارة على حدة بالفلسطيني في الأغوار. يعني بصراحة إن لم يعني إحنا بدناش نقول فات الفوت، ولكن لنحافظ على ما تبقى. بصراحة يعني أنا في قرية عين البيضة وما يفد بها بهذه القرية، يعني بشكل يومي يتعرض الفلسطيني لملاحقة من قبل المستوطنين. البارحة كان ملاحق لأحد الفلسطينيين في هذه التجمعات القريبة من قرية عين البيضة، وتم تعرض لاعتداء جسدي وكسرت يده، ويعني قد نرى غدا رحيل له. سابقا أيضا في تجمع آخر عرض الفلسطيني أبقاره للبيع. يعني إذا لم يكن تدخل وزارة الزراعة الفلسطينية في هذه التجمعات، إعفائهم من الضرائب، دعمهم في أي شكل من أشكال تعزيز الصمود لكي يكونوا ثابتين على أرضهم، كل شيء في هذه الأغوار يعني إن حدث لمسة بسيطة سوف ترى بالعين المجردة، كون الأغوار يعني يعاني التهميش في كل مجالات حياته. كما ذكرنا في كل قرية فلسطينية إن دخلت تستطيع أن ترى بأم عينك التهميش في الشارع وفي الصحة وفي التعليم وفي كل مجال، وفي الأطفال، أطفالنا وشبابنا يعني لا يجدون المتنفس. يعني ليش ولا كرة من كرة الغور لا يوجد فيها صادة ألعاب متعددة الأغراض، لا يوجد فيها متنزهات، لا يوجد فيها يعني الأغوار، يعني وأطفال الأغوار وأبناء الأغوار لا يوجد لديهم أي متنفس. يعني إذا يعني قرر الأب أنه يأخذ أولاده على متنزه أو بده يضطر يعني يمشي أقل شيء 25 إلى 50 كيلومتر علشان بس أولاده أنه يعني يطلعهم من جو الطبيعي اللي بنعيشه بشكل يومي، لماذا لا يكون هناك متنزهات؟ لماذا لا يكون برامج تستهدف الأطفال ثقافية توعوية؟ يعني بكل المجالات. يعني هنا يجب أن يكون توجه الوزراء وجلب الوزراء أيضا. يعني أن يعني الشباب هما زي كما ذكروا الزملاء سابقا بأنه عشرات الخريجين، يعني الأغوار هو خزان بشري، لماذا لا يكون في الأغوار يعني بدل أنه يعني نحن نلاحظ بأنه الفرصة للتوظيف هي ضئيلة، لماذا لا يكون هناك فرصة لمشاريع فردية؟ دكتور هاني، الاهتمام بالشباب في المناطق المهمشة وأنتم كجهة رسمية تعنى في المناطق المهمشة، برأيك كيف يتم إدراج الشباب في خططكم واستراتيجياتكم؟ يعني فعلا هل لا يستحق الشباب تميز إيجابي في ظل ما يتعرض له المجتمع من تهميش، نقص الخدمات المقدمة من قبل يعني الشباب كما ذكروا قبل قليل؟ يعني أنا هنا لا أمثل الجهة الرسمية وليس مفروض بالحديث عنها، أنا أمثل شباب الأغوار، ولكنني أعمل لدى جهات رسمية، ولكنني لست صاحب قرار بهذه المسائل. أنا سوف أنقل هم أبناء الأغوار حتى هذا التاريخ الذي وصل به العالم إلى ما وصل، لا يوجد به مركز صحي يعمل 24 ساعة. يعني أنت بعد الساعة 3 إذا حدا مرض أو ضربته حية أو ضربته شمس أو صار معه أي شيء لا سمح الله، بدك تضطر تروح في منزبة دار أقرب مدينة نابلس أو ريحة، بدك تمشي 45 إلى 50 كيلو، ما بيصل منه فارض. الأغوار اللي لحد هذا التاريخ لا يوجد به بنية تحتية، شوارع متعبة، شبكات مجاري بتكب الشوارع، الأغوار اللي لحد الآن ما فيش فيه مواصلات.
يعني انا عشان اطلع من سبيدات اذا ما عندك سياره، طبعا اذا بدك تطلع بسياره طلب بدك تدفع لك 150 شيكل 200 شيكل طلب عشان تصل اريحه، اذا بدك تروح على رام الله بدك تدفع 300 شيكل. من يملك هذا المبلغ في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان هذه المنطقه؟ اثنين، اذا جيت للقطاع المواصلات العام بدك تصحى على الساعه 7 الصبح عشان تركب، 7 ونص بتركبش. بالتالي الاغوار بحاجه الى عنايه اكبر. انا اقول ان على الدوله الفلسطينيه ان تمارس سيادتها على اراضيها. الاراضي التي احتلت عام 1967 هي اراضي الدوله الفلسطينيه، وهذه التقسيمات سي وبي وجيم والف كلها تقسيمات ملهاش وجود. هذه اراضي دوله فلسطينيه معترف فيها لدى الامم المتحده ومجلس الامن وكل المحافل الدوليه. يجب ان تقوم السلطه الوطنيه الفلسطينيه بمنح المواطنين الفلسطينيين بعقود اشجار ليقوموا بزراعتها والتواجد فيها، وان تصبح هناك مصلحه مباشره ما بين المواطن الفلسطيني في حمايه هذه الارض. لذلك يجب ان نعمل على وقف هذا النزيف للاراضي الفلسطينيه من خلال منح المواطنين الفلسطينيين يقوم بزراعتها واستغلالها، بدلا ان تبقى فارغه وان تبقى تحت اطماع المستوطنين كما هو حاصل الان. ويجب على السلطه الوطنيه الفلسطينيه ايضا ان تضاعف الجهد المبذول من قبلها في هذه المنطقه بان تقوم بالاهتمام بالقطاع الصحي وقطاع البنيه التحتيه، وان يتم انشاء مستشفى في هذه المنطقه ليراعي الامور الصحيه لسكان هذه المنطقه. اثنين، يجب ان يتم دعم المواطنين الفلسطينيين بتعزيز صمودهم، دعمهم بكافة أشكال الدعم اللازم لتعزيز صمودهم في هذه المنطقة. بالعودة إلى راشد، يعني راشد أنت معلم في مدرسة في منطقتك، يعني لنخص طلبة المدارس والجامعات اليوم في هذا الجانب، يعني هل لك أن تصف لنا كيف يذهب الطلبة للدراسة في المناطق المجاورة لتجمعاتهم وخصوصا طلاب المراحل الثانوية لأجل إكمال التعليم؟ يعني إن أردنا وصف هذا الطريق الذي يسلكونه. طالب عنا في حالة من الصدمة، يعني قبل شوي بحكي مع حالي أنه هاي هؤلاء الطلاب اللي بحاجة لدعم نفسي مستعجل لهم، مع مين بدنا نحكي؟ أنه بحكي أنه دائما أنه المؤسسات المجتمع المدني هي اللي بتدعم هذا الموضوع وبدها تفرغ نفسيا الطلبة. عادة السلطة للأسف والحكومة بتحط الحمل أكبر على مؤسسات المجتمع المحلي المدني. طيب وين دوركم؟ دوركم في دعم الشباب في الوظائف. أنا بدي أحكي عن حالي كمثال. أنا درست في جامعة النجاح وسكنت هناك بالجامعة، بعد بس رجعت هون على زبيدات حسيت إنه في يعني انفصام. وين أنا عايش؟ يعني ظليت هيك شهرين ثلاث حتى وجدت المركز اللي أنا فيه حاليا وهو النادي اللي حاليا بفرغ طاقات فيه. بنحكي مع الشباب، نتعامل مع الصبايا، نتعامل مع الأطفال، حاليا كمان راح نتعامل مع الأطفال خصوصا بعد الصدمة اللي صارت عنا بعد استشهاد أحد الطلبة عنا. كان الموضوع صعب على المجتمع ككل وكمان على الطلبة. الطلبة للأسف حاليا احنا قاعدين يعني بنحاول أصلا نرجعهم على المدارس. في تسرب شديد، تسرب كبير للطلبة في مدارسنا، منها إنه الطالب قاعد بروح للعمل في المستوطنات، الطلبة قاعدين في بعض المدارس في صعوبة في المواصلات زي مدرسة بدو الكعابنة، في توفير لمواصلات لهم من قبل مديرية التربية والتعليم مشكورين، لكن ما زلنا بحاجة لمدارس أكثر، ما زلنا بحاجة لمواصلات لبعض الطلبة لأنه مش موفرة لكل الطلاب. تعرفي إحنا المنطقة الأغوار منطقة كبير واسعة، فإذا أنا بدي أمشي على مدرستي معناها بدي مواصلات حتى أوفرها للطلبة حتى يكونوا في المدارس. يعني أنا كأستاذ حاليا بعد سنتين بعد التخرج توظفت، حتى الطلبة بيحكوا لي قديش راتبك أستاذ؟ يعني أنت كأستاذ قديش راتبك؟ بمعنى أنه لا يجدي نفعا راتب المعلم بمعنى أو بآخر لحياة كريمة حاليا في قرى الأغوار. أنا بحكي كمان من موضوع
الجلسة الحكومية اللي صارت في فصائل كان من ضمنها علاوة الأغوار. علاوة الأغوار حتى الآن غير موجودة، كان هاي بتساعد موظفين الأغوار للبقاء في قرى الأغوار. أنا بحكي كمان عن اثنين من أخوتي أو ثلاث حاليا هجروا الأغوار أو ساكنين في مناطق في نابلس وفي رام الله وفي أريحة، والسبب لأنه مش لاقين أصلا غير التوسعة وغير أنه فيش دعم لمناطقنا. لنعود إلى الشباب من مناطق مختلفة يعني، وأيضا نود الاستماع لإجابات عفوا مختلفة منكم محمد وفارس وأيضا راشد. يعني بداية محمد، رسالتكم للحكومة الفلسطينية للجهات المعنية اليوم، توصياتكم، هل هناك برأيك مقترح أو حل لربما يكون مناسب لإخراج الشباب من التهميش؟ يعني إحنا أبناء الأغوار وإحنا عايشين وشايفين الأغوار، فيها شباب قادرين على التغيير، فيها شباب متعلمين، فيها كفاءات سواء حرفية أكاديمية، يعني في عندنا قدرات. فيعني الرجاء من المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الخاصة إنها تلقي أو تسلط الضوء على شباب الأغوار وتعطيهم الفرصة إنهم يكونوا جزء من المجتمع. إن أردنا الحديث معك فارس، يعني فارس برأيك ما هي توصياتك اليوم؟ هل هناك أي مقترح أو حل ربما يكون مناسب لإخراج الشباب من التهميش؟ أيضا ماذا تحتاج هذه المناطق للخروج من قائمة التهميش؟ ما الحلول المقترحة برأيك؟ يعني إحدى الحلول المقترحة يعني اللي هي كما ذكرت سابقا توجيه دعوة مباشرة للوزراء الحكومة الفلسطينية بمختلف تخصصاتهم للوقوف كل على مسؤولياته ولوقوف كل على الحاجية التي تلمس احتياج الشباب سواء في مجال التعليم أو في مجال الزراعة، من مشاريع دعم للشباب الأغوار، مشاريع فردية تعزز صمودهم، بالإضافة إلى مثلا أن يكون هناك دعوة للتوسع خارج الكرة الفلسطينية التي يمنع على الفلسطينيين البناء خارجها لتعرضها لعمليات الهدم بحجج مختلف كما ذكرنا، ولكن أن يكون أيضا بشكل متوازي دعوة للقناصل وللسفراء وللممثلين الاتحاد الأوروبي وغيرهم أن يكونوا حاضرين أو أن يكونوا واقفين عند مسؤوليتهم لمنع هدم أو الاعتداء على هذه الممتلكات الفلسطينية. يعني سابقا هنا في على بسبب وقوع قرية عين البيضاء وبردلة وكردلة على شكل على خط 90، يعني كان هناك سابقا دعوة من قبل أحد المؤسسات المانحة والعاملة في فلسطين بأن يكون هناك سوق للخضار مجمع على طرفي هذا الشارع، ومشت سلسلة الإجراءات ولا أعلم إلى أين وصلت إلى أنها وقفت عند تعنت الاحتلال. يعني إن سرنا بهذه الخطوات يعني ممكن أن نجد فرص عمل للشباب الفلسطيني، ممكن أيضا من خلال الإعاز إلى المؤسسات العاملة والمؤسسات التي تتعاون مباشرة وتتعامل مباشرة مع المؤسسات المانحة بأن يكون هناك مشاريع فردية على عاتقها النهوض بشباب الأغوار، النهوض بفتيات الأغوار بمشاريع فردية تعزز صمودهم، يكون لديهم اقتصاد يعني مستقل سواء للسيد أو للشباب أو للشابات، يعني كل حسب احتياجه. يعني هناك أيضا المؤسسات في الفترة الأخيرة نلاحظ بأنها شرعت بهذه الخطوة، إلى أنه يعني وبحسب نظرتي لهذه الأشياء ألاحظ بأنها يعني خطوات ولكن خجولة. يعني عندما تقوم إحدى المؤسسات التي تعمل في هذا المجال بمنح مثلا 5 إلى 10 منح على امتداد الأغوار، روح تقدم لها تقريبا 100 فتاة وشاب، يعني في الآخر بحصل عدد قليل على من هؤلاء الشباب على هاي النسبة، وللأسف الشديد يعني ما بتكون بتغطي الشباب بشكل كامل. هنا يجب أن يكون برنامج كامل حكومي ممنهج ومكتوب يعني بخطة استراتيجية على عاتقها أن تكون حقيقة تقف بجانب الشباب للنهوض بهم لتعزيز صمودهم
لإبقائهم وثباتهم على في قراهم وفي مناطقهم في الأغوار وفي كرة الأغوار الثابتة أو في الجماعة الفلسطينية المهددة بالرحيل والتهجير. أخيرا لنتحدث مع راشد. راشد، يعني ماذا تحتاج هذه المناطق لكي تصبح غير مهمشة؟ ما الحلول المقترحة برأيك؟ إذا بكون في جسم أكيد راح يلقى دعم أكبر للأغوار، بخصوصا أنه حاليا نحن الأغوار مقسمة لثلاث أقسام أو أكثر، جزء تابع لنابلس، جزء تابع لأريحة لمحافظة أريحة، جزء تابع لمحافظة طباس. هذا الإشي بيخلي في تشتت في الدعم والاهتمام في الأغوار. أنا بحكي أنه يكون في تخصيص موازنة دورية كل سنة، موازنة تنزل في الموازنة لدعم صمود أهالي الأغوار، سواء بنية تحتية. أنا بحكي عن حالي، إذا أنا بدي أظل هون بالأغوار، وأنا من الناس اللي قاعدة بتفكر بصراحة للأسف أنه أطلع من الأغوار، لأنه فيش أي أمل للحياة، الحياة هون فيش مكان أنه تقدر أبني فيه. ممكن إذا أنت دعمت الناس في صمودهم في المنطقة من بنية تحتية، شوارع، قطاع صحي، وحكينا انه موضوع الصحي انه موضوع خطير عندنا في قريه نزبيدات وكل القرى هون. يعني اقرب مستشفى لقريه نزبيدات هو بيبعد 50 كيلومتر عن القريه، يعني اي حدث خطير يعني ما راح يكمل للاسف. كمان مثلا دعم الانتاج الزراعي. إذا اسمح لي راشد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نحو الشباب. أود شكركم ضيوفي عبر تقنية السكايب، الدكتور هاني إزبيدات المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار والناشط في شؤون الأغوار، شكرا لك. وأيضا كنتم معنا من مناطق مختلفة، من مناطق الأغوار الشباب راشد إزبيدات ومحمد حسوني وأيضا فارس فقها، شكرا لكم. إذا مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. في أمان الله.